We are here today, families of detainees, survivors of detention, activists, all of us are here today to say that today is a crucial, another crucial step towards justice and accountability for Syria. أهمية هاي المحكمة اليوم هي أنه لأول مرة في دول عم تأخذ خطوة جدية لمساءلة النظام السوري عن التزاماته باتفاقيات دولية موقعة بخصوص مناهضة التعذيب ومنع التعذيب بالسجون. حاملة صور ابني وزوجي اللي اعتقلوا واللي اختفوا من 20/9/2012. أكيد أي معتقل أو أي مخفي هن مشروع للتعذيب وللإهانات ولكل أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان. هاليوم كتير مهم بالنسبة لإلي لأنه بعتبره خطوة أولى لأعرف مصير أخواتي اللي استشهدوا تحت التعذيب، بقدر حاكم كل الأشخاص اللي تسببوا بوفاتهم. كتير مهم إنه نكون نحن واقفين أمام المحكمة وعم نقول للعالم كله هاي صور أبنائنا، هذا ابني طبيب 25 سنة كان عمره، اعتقل من الجامعة وتم تعذيبه بعد 5 أيام فقط، قتل تحت التعذيب. My main message to the member states is that they have a moral and legal responsibility to make sure that the Syrian regime will comply with the interim measures made by the court today by ending torture and holding perpetrators accountable. Otherwise, their ratification of the ICJ will be meaningless. ما بي رسالة بالعالم ما وجهها لناها لصناع القرار. 13 سنة ونحن عم ننقتل ويعتقلوا أولادنا وأخواتنا وأهلنا ونحن عم نتوجه لصناع القرار، بدنا عدالة، بدنا سلام بسوريا وما حدا عم يسمعنا، بس هذا ما حيخلينا نوقف. ما لي حاطة أمال كبيرة على المحاكمة ولا متوقعة أنه نحن حيكون في بعد المحاكمة حتكون في خطوات فعلية لإخراج المعتقلين. أساساً المحاكمة أخذت 13 سنة، لكن كل ما هنالك نحن اليوم هو إكمال لرسالتنا ولصوتنا ولصوت أهالينا المعتقلين المفقودين بسوريا اللي تجاوز عددهم 100,000 وكل يوم عم يزدادوا. مطالبتنا للمحكمة الموقرة أنه يكون في أكثر من موضوع إجراءات، تأخذ دور بمتابعة موضوع تطبيق الإجراءات لمنع قتل شبابنا، لمنع الموجودين حالياً بالمعتقلات. بدنا الحرية لمعتقلينا، لكل المعتقلين، بدنا كشف مصير معتقلينا، بدنا جثامين المعتقلين اللي توفوا بالسجون.